بعد 20 سنة أو 22 سنة، فأنا وصلت للشيء اللي كنت أحلم فيه. طبعا أنا كان حلمي إني أشارك بهاي البطولة، أشارك بهاي البطولة كلاعب سابقا، فاليوم أنا وصلت لأعلى من هاي المرتبة، وصلت لأحمل الشعلة. فحص يعني أو امتحان يعني مش قليلة. أنا صحيح أنا فاقد رجل، بس أنا حاليا مثلي مثل أي شخص فاقد أفق.